السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على من هو المتسبب ومن الذي يعمل لصالح قطر لتجنيس الجزائريين في كرة القدم. من هو؟ شكون هو؟ ما تعرفيش زوجة قسامة، لازم تعرفيه. انتم كاع عملاء تدعون بحب الجزائر لكنكم عملاء، تتخبى وراء حب الجزائر وكلمة الجزائر وفلسطين ومنا ومنا ومنا. بصح انتم عملاء ولا قولوا لنا. كما شفت هذيك الحمارة اللي راحت ترعى قاسامة باش تجيب قاسامة صغير في كرشها وما بغاش يستقبلها، خاطر خانزة. هيا قالت لهم شوبير يهدر على المغرب. واه شوبير يهدر على المغرب، واه المقدس تاعكم 2021 نهار اللي لعبنا كونت بوركينا فاسو مازال عندي انا التسجيلة، عندي كلش. شقال على الملاعب تاع المغرب هضري معنا ولا شتو نتوما شوبير بعد كاس العالم؟ قال لهم نرفع القبعه المغاربه. قالها ولا ما قالهاش؟ هذه كنتم قايلين ولا كانوا دايرينك مطرح ما سمعتيش، ولا كانت الصوندا تضرب فيك ما سمعتيهاش؟ كانت الصوندا تضرب فيك ما سمعتيش التصريحات؟ من هم الذين أرادوا وشوهوا صورة الجزائر؟ تاع أبها وحلة تاع الملاعب، شكون هو اللي دبرهم باش يهضروا باش يصوروا؟ شكون هما جماعة لابيسين تاع قطر؟ وشكون هو اللي دبرهم باش يصوروا؟ على ما يصورش في غولي، على ما يصورش بولحي ماندي، هذو على ما يصوروش، هذو على ما يديروش تصريحات. شكون هما اللي داروا التصريحات؟ واو لا ما سمعتيهمش، كان بالك كانوا دايرينك مطرح، ما نقولش كلمه واحده اخرى، كنتي مطرح تاع راجل، كانت الصوندا تضرب فيك ما سمعتيهاش. على باقي بلي عايرتي لي الشيبانيه، والله العظيم نقول لك كلمه، والله ونحسك نحس انتيا اللي راكي شاده السماع على شوبير. ماني طايلك، عندي بلاصي على ديك، ما تحسيهاش كاع كي تجيك. نقولوش ما غاديش نديرو، نحن نفعل لا نتكلم. الكلام للجايح، الكلام غير للجايح. ونعاودوا نولوا نتكلموا على من هو يعني صاحب الخلية السرية، الرأس المدبر، عملاء تاعو اللي راهم في اوروبا يجروا ليل النهار وينيقوسوا مع لاعبين جزائريين، ولماذا يتم تأخير جلب لاعبين مواهب جزائرية؟ لماذا؟ كيماذا كيسمو هذا نسيب قادري هذا، ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ شنو هو السبب باش من 2020 يا صحا جا لعب هنا صلاطني، لعبوها له تاع صلاطني ما صلاطني، ومن بعد داروا له 6-7 حصلوا في صلاطني. بصح من 2020 واحد ما اتصلش به، اش عندنا متربص؟ هل اتصلوا به؟ ما اتصلوش به، وصلوا عنده ما وصلوش عنده، مش تقدروش تكذبوا علينا. واو لله حاولتوا ما كيبها، ولا انتم هذو لي زافير بعد عليكم ما تعرفوهمش. انت يا زوجة قسامة اللي رفض باش يعطيك جرو في كرشك، باش تربي جرو في كرشك رفض، نتحداكم انت يا وجماعتك، نتحداكم واحد يهدر على الشاب دين عمارة مالغري انا نهار الاول
وقفت مع الشاب دين عماره. قلت لكم ماشي الشاب دين عماره اللي دار الخطه، وماشي الشاب دين عماره اللي تسبب في اقصاء الجزائر، انتوما كاع كنتو طايحين الشاب دين عماره. انا نتحداكم اليوم تجبدوا الشاب دين عماره، خاطش انت يا بوبال تستقبلي كاع كلش. واه لله بين ليلى وضحاها شاب دين عماره ولا ناس مليح، ومنير دبيشي ولا ناس مليح. حنا كنا ندافعوا على منير دبيشي، بكتو تقولوا منير دبيشي غادي يطرد، قلت لكم ما يطردش. طرد منير دبيشي ما طردش، مازال قاعد ومازال يروح يمثل الجزائر نورمال في اي خرجه هو راه يروح، باش يكون على بالكم. شاب دين عماره نورمال. واو لله انا نتحداكم تزيدوا تعايروا دروك، ما تنجموش ما تنجموش ما تنجموش، والله ما تنجمو كاع. نعاودو نولو نتكلمو، قولوا لنا شكون هو المتسبب وصاحب يعني الخليه السريه اللي دايرتها قطر في اوروبا باش ينيغوصو مع لاعبين جزائريين. اليوم يعني بعد ما حطموا المنتخب الوطني الجزائري، حطموا الرياضه الجزائريه، يريدون يعني في كاع المجالات، كاع المجالات، اللي يتريني جيدو، اللي يلعب جيدو قاطر بيت الديه، اللي يلعب كاراتي قاطر بيت الديه، جزائريين خاطش صابوا عملاء ما كانوش يظنوا بلي غادي يسيبوا عملاء، ما كانوش يظنوا بلي غادي يسيبوا جبناء وعملاء يبيعوا الجزائر بجوج حبات كابريز. نتوما هذه اللي زارتكم، نتوما الشوبير باش داركم، داركم بالدراهم، زارتكم هذه التصريحات اللي نديروهم بهذا الجرأة اللي نهضروا بها. كيفاش مستغربين كيفاش هذا في الجزائر يهضر؟ مكاش يا ودي انا جزائري، انا ما نقولكش انا كي جزائري، ما غاديش نقولك انا كي جزائري. المهم كي تقدمي يضربك تريسيتي، غادي كي تقدمي يضربك تريسيتي، هذه هي. غادي كي تبغي تقدمي ولا الواحد فيكم المخير يبغي يقدم يضربها تريسيتي متالي كاع ميل فوت ترزقي ولا ترزقو متالي. انا المهم قولوا لي كيفاش وشكون، انا على بالي شكون هو، على بالنا نتوما كاع تسي تلعبوها تهضروا هاك 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 بصح ما تجبدوش على هذا الامر. كيف التجنيس، كيف راكم التجنيس؟ خلونا من رئيس اتحاديه يجي اللي جا ذاك هو، ناس كيفاش يتخدم بالجزائر، هي تخدم باسم منتخب وطني جزائري. واو لله ها هو هذا وين راه. وزيدو راه مينيكوسو مع واسيلس هذاك تاع سانتيتيا، راه مينيكوسو معاه اللي كان يلعب في باريس سان جيرمان هو ولد سانتيتيا. الاعلام تاعنا الخبيث، بعض الاعلاميين اللي صحاب الواجهه، على ما يهضروش على واسيلس يلعب في سانتيتيا، ما يهضروش عليه، على ما يهضروش على الاغا تاع اليوم للقطريين ومين يقصوا معاه، ما تهضروش معاه. شتنا وين نروح لكم؟ علاه ما تهضروش مع الاغا تاع اليوم الناف هذاك؟ علاه ما تهضروش معاه؟ علاه ما تجيبوش ليكيب ناسيونال؟ تقصروا لنا باللي اون هذاك تاع اليوم، هذاك بريزيدون تاع اليوم اونيس هذاك ما يسموه، كنتو تضربوا به المثل هذاك، قال لكم انا جزائري نجي نلعب من الجزائر، علاه ما تجيبوش؟ لماذا؟ خاطش هذاك إلا ما راحش في ذا الصيف غادي يروح في المشتى. عقلوا على كلامنا مليح، شنو نقول لكم؟ خاطش شوبير مديرونجيهم، خاطش كي يخرجوا، أنا نشوفهم أنا على بالي كي يخرجوا يعايروا شوبير، على بالي سبحان الله، أنا نعرف على يخرجوا يعايروا شوبير، يتهموه منا مغربي هذاك مغربي. سقسي سقسي مليح سقسي مليح، إيه تكذبوا كي الحمير علاه؟ نضحك عليكم أنا من نشوفكم تكذبوا. ما عندكم ما عندكم والو، ما عندكم ادله، ما عندكم والو، تكذبوا. المهم صار لكم كيما ذاك اللي يكون هايم ويما يقعد يقول لكم جدي مدفون هنايا، صار لكم كيما هكتوما. اي راني خليت لكم رساله تنجموا تحوسوا وتنجموا حنا نقولوا لكم شكون هو الرسمي اللي دارتو قطر واستغلوا ورام يخدموا. هذه هي. ونزيد نقول لكم حاجه، كي تقولوا الشوبير يتكلم على المغرب،
كثر خير رجال الجزائر. الوادو قالوا له ما تدخلش الجزائر، صايب ما تدخلش. شكون اللي كان يجي بالوادو؟ الوادو كان يجي للجزائر من قبل؟ شكون اللي كان يجي بالوادو؟ قولوا لنا، اعطونا شكون هو اللي كان يجي بالوادو، عبد السلام الوادو للجزائر، شكون هو؟ مي كانت الكارطة البيضاء عندها، شكون هو اللي كان يدخلها؟ شكون هو اللي جابها؟ قولوا لنا، خبرونا تشوف. كاش ما كاش اللي ينجم يهدر، خاطش كاع جياح. دراهم 6 مليار حلال، دراهم بلايلي حرام. دراهم 6 مليار ماهوش تاع الشعب، ودراهم تاع بلايلي تاع الشعب، خزينة عمومية بلايلي. يا ودي كاين اللي خوا، كاين اللي أهلك وأفقر الاتحادية الجزائرية. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي.